الو بدك تعملي انترو ولا بدك تغني؟ لا حره، انا برنامجي يعني حفزك المسرح يعني انك تغني. برنامجك ولا برنامجي؟ لا برنامجك. خلص يعني يبقى استحملني شوي، انا حرت هيك هلا طلعت معي بدي غني. طب يعني قولي لي كنت بجيب سدادات ادنين. ليش ما حلو صوتي استاذ؟ لا اطلعي لي بشي نوطه لشو؟ طيب ليكي؟ لا اسمع ما تمد ايدك. لا ما حمد ايدي، بس اذا تركتك هيك بحريتك ما حنخلص لبكره. اوكي مساء الخير، مرحبا. لحظه انا ما قلت مين ضيفي طيب اليوم. انا فجاه هيك ظهرت. ظهرت شو؟ طب ما انت صار لك ساعه واقفه بدك تغني. مسرح حلو وبارد، عارف يعني هو بيعطيك هيك احساس. صار لي زمان ما وقفت هون. صبحي عطري. اعلامي ومذيع ومراسل وبروديوسر وملك بمجاله. حلوه. انا ما بحب الالقاب اني هيك. هذا مو لقب، هذا اللي تحرق. انا برنامجي يا اخي. تحسسوا عالم هلا. خليني احكي ديباشتي ولا ما خليني احكي ديباشتي؟ تابعونا بحلقه رجا 220 فولت مع صبحي عدري. بس ما نتكهرب. اول ما شافني فتح السناب شات، رشا انت متاكده انه 220 فولت منه 220 كيلو؟ شو قصدك استاذ؟ لا بس ضعفاني عن 4 سنين الماضيه. من ورا البرنامج عمو عم تنطحني. نعم ان شاء الله، بس يكون اكيد له. بس بعدني حلوه. بعدك حلوه، بس انا بقول اي شيء حلو لازم يكون في له صعوبات. صح مزبوط. بس انا هي مو صعوبه بالنسبه لي، هذا شيء مزعج. شو هو؟ انه انا عم بضعف. انك عم تضعفي. اي والله تحبي حالك وانت ناصحه. على فكره اخذنا ادوار بعض عن جد. رجعت لدوري الاساسي. سم تايمز هيك بتحسي. اهدى. اوكي انا خلص. انا اسف. ايه لا بعتذر. سفينه روح صارت بين متناول يدي. بس لكم شغله بدي اقرا لكم. قبل حبيت بالكتاب صبحي وقلت لك اياها قبل هذا انه لحظه سمع حالي غيبا عامل إهداء لوالدته، لوالده الله يرحمه، لأخواته، لهؤلاء، لكلكم. ومن أنتم؟ مو من أنتم؟ لكن مين؟ من هم؟ هؤلاء وفي من هم؟ وكلكم. كلكم كلكم أخواتي. كلكم أخواتي. طيب رح بس تسمح لي حملت هذا الكتاب ذلك الاسم الذي يتوغل في العمق، سفينة روح، وما تحمله من أحلام وأفكار وخوف وكره وحب وألم وفرح وعبادة ووطن، إلى أن أصل إلى استنتاجات أختصر فيها أوراقا كثيرة وأفكارا كثيرة. فإليكم يا سادتي أول أعماله بين يدي. لسه ما كتبت لك عليه إهداء. اي شو رح تكتب لي؟ هات لنشوف. ما يعني ما في تقولي لي شو حتكتب لي، بس امسك القلم. طب يلا خذ. اعطيني قلم. لا لا عن جد ما بقدر، يعني ما بعرف ما بقدر. ما عندنا قلم هلا، شو بدك تعجزني؟ باخر الحلقه خليه معي. ماشي. صبحي بتعرف انا قديش بحبك؟ وانا كمان. وانا قديش مبسوطه انك انت معي، وانا كثير فخوره فيك على الصعيد المهني والشخصي والاخوي. انا كثير شوف حالي فيك أمانة. شكرا جزيلا والله العظيم. وأنا معك كمان، لأنه بتعرفي إنه دائما مهمة الأصحاب إنه يدعموا بعض. يا عمري انبسطت كثير إنه صار عندك برنامج حلو مثلك، ظريف مثل خفة دمك. بتمنى إنه يعني يلاقي صدى اللي أنت بدك إياه. طيب هات لنشوف. قلي صبحي لما كان طفل كيف كان؟ رح اقول لك شغلي انه ايه يعني ايه انا كنت كثير مشاغب يعني. شخص كثير يعني. امي كنت مجننه يعني، جنون العاده يعني، لحقتني طول الوقت يعني. بابا كمان الله يرحمه. قد ايه انتم كم اخ؟ نحن 3 صبيان وبنت. اوكي يعني عاملين عصابه. ايه عصابه. ايوه انت بين. انا يعني ثاني ولد. اوكي اختي اكبر مني وانا ثاني ولد. ماشي. ايه فكانت طفولتي كثير حلوه باي ذا واي، يعني ما في شيء ينقصني بطفولتي ابدا. بس كنت دائما عندي هذا الخيال الجامح، يعني ما معقول الشغلات اللي بتخيلها يعني.
ما معقولة يعني درجة. يعني مثلا ايه بتعرفي لما بيكون تحت تحت التخت كنا صغار في فراغ وكنا صغار كانت ماما تلزقنا تخوتتنا نحن الصبيان مع بعضنا لأنه بنلعب عليه هون وبننام عليهم ففي مساحة كبيرة تحت التخت تخيلي شو كنت أعمل أقول لهم لأخواتي رح نعمل فيلم أوكي أنا المخرج وكمان البطل المخرج والبطل وهنين معي فندخل نعمل على أساس عم نتسلل بمجاري مثلا أو سلاحف النينجا سلاحف النينجا بالبيل بتتذكري البيل ندخل لجوا وكذا وعلى أساس أقول لهم الكاميرا أخذكم من هاي الزاوية وخلي فكان عندي هاي الفكر تبع إنه عم بخرج شيء هو مش موجود أساسا كان متعة حياتي بس منيح إنه إخواتك يعني ماشيين معك ماشيين معي لأنه أنا أكبر آه. ما بيسترجوا ايوه بعدين بعد ما بنخلص هاي اللعبه هذا كله بالصيف طبعا بنلعب بقى برنامج مسابقات حلو في جوائز أنا النيجية طبعا ايه الجوائز يعني مثلا بتاكل انت مثلا اكبر كميه من الشوكولا لما بابا بجيب مثلا مثلا ايه عرفتي نضحك على اللحى يعني مو بس بتاكل قتله اذا بتخسر اذا بتفوز لا ما يعني ما في نحن ما عندنا ضرب عن جد ما عندنا ضرب لا نحن بنضرب بعض كأخوة ما كنت بتصارعوا طيب بنتصارع بنلعب يعني اخوي مثلا متعة حياته يطلع فوق الخزانه وينط از هو سوبرمان لفوق التخت سو اكيد بس منيح من فوق الخزانه مو من البلكونه مثلا لا 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 احنا واعيين احنا واعيين واعيين طيب وبالمدرسه كنت شاطر ولا كسلان بالمدرسه كنت بالابتدائي كثير شاطر يعني شاطر لدرجه الـ 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 الاول يعني كثير كثير اساسا انا ما درست صف اول رحت على الثاني راسا مباشره لانه قضيت فتره كثير طويله بالروضه سو نحن عندنا قانون بسوريا انك فيك تعمل شيء اسمه سبر معلومات سو بيطلعوكي على الصف الثاني مباشره بدون ما تدرسي الاول ما بهي القصه كمل فكنت ذكي شوي يعني عرفتي فتخيلي وصلني لمرحله انه انا مثل ما عم نسمع هلا مثلا انه في كثير مثلا اولاد كثير عباقره لا مو قطعوا للجامعه مثلا ما احد بس انت اليوم لما بتكوني بالروضه وبتدرسي منهاج الصف الاول بالروضه سو انت معقول ترجعي تعيدي الصف الاول انت ملاحظه انه كثير عم بعمل لك دعايه لكتابك اللي خلص ضلت ماسكته خلص شيلي عرفت شيلي بس وين بدك تحطيه يعني انه خلص هيك بحطه هون اوكي ايه طيب. كمل سو لدرجه انه انا لما صرت صف ثاني كنت اكتب لهم وظايفهم لطلاب الصف الاول لانه هن كانوا معي بالروضه بس رسبوا بالسبر المعلومات استنى في شغلة أنا قريتها أمراض كلنا مريضون بداء يدعى الإزدواجية أنا مزدوجة يعني مزدوج كنت أعرفه أنا بجريندايزر مو جريندايزر ممكن ما بعرف ماني متذكر لا مزدوج كان ب جونكر لا بطل فليق بطل فيك هو بطل فيك جريندايزر هو يبقى مزدوج كان معه نص مره نص زلمه ايه اللي كلنا مريضون بداء من يد على الازدواجيه طبعا كل انسان عنده يعني انا بتصوري كل انسان عنده شخصيتين مش شخصيتين بس عنده تو فيس على القليله هي على القليله يعني انت اليوم بالشغل بشغلك بدوامك انت نفسك اللي قاعده في البيت عم تتفرجي على التلفزيون وقاعده مع اهلك نفسك انت والله نفسك بس في احيانا بيكون عوائق بتخليكي ما تكوني هذا الانسان الطبيعي اوكي في ناس مسؤوله عنهم انت يعني انا اليوم كثير بحسب حساب وانا عم بصور سناب او عم بصور على انستغرام ستوري مثلا اني ما اظهر بحياتي الحقيقيه الخاصه انا عم برقص انا عم بنط انا ما بقدر انا عن جد ما فيني كثير بحاول اقلل لانه هذا مش اسلوب حياة هذا مو هو اللي لازم تعلميه للناس هذا شيء بيصير بينك وبين حالك لا بيصير بايام الاسبوع بشكل اقل من اللايف ستايل اللي عايشتيه انا ماي لايف ستايل مثلا اللي بطرحه للناس اللي بقدمه للناس هو الناس ممكن يتعلموا منه لا تنسي انه انا عندي مراهقين فولورز ايوه سو انا دائما بهي القصه بتكون كثير منتبه عليها احيانا بصور عندي انا عم بصحط اي لا انتبهي على حالك انا كان لازم اربط على فكره بالهذا وحي طلع عم بصحط احيانا كثير بصور بالسياره مثلا انا عم بقول لا لازم كان ما اصور وانا احس حالك قدوه ايه قدوه ايه بس معلش اليوم كمان الاعمار اللي عندي تحت 18 ما بيقدروا يسوقوا يعني بكل الاحوال سو ما حيعملوها عرفتي طيب ليك بما انه انت ما كثير ما بتحب انك تورجي يعني عده جوانب من شخصيتك بالحياه العامه
تعال اليوم نتحدى بعض ونحاول انه نورجي صبحي توفيق. صبحي توفيق مين؟ صبحي توفيق. صبحي توفيق الله الله يذكرك بالخير. لا موجود طبعا اكيد. ايه لا صديقي وحبيبي عن جد. صبحي عطري مثل عمرو موسى. ايه مثل عمرو يوسف. انا عندي مشكله على فكره بالاسماء عن جد. عادي يوسف شاهين يوسف شعبان مثلا. بتقطع عادي يعني. طيب مهم. صبحي عطري. نعم. شو رأيك نعمل سكتش أنا وياك؟ أوكي. ارتجالي مشهد أنا وياك، بما أنه أنت اللي يمكن كثير ما بيعرفوا أنه أنت أصلاً اخترت المسرح لأنه لأنه اشتقت له. اشتقت له؟ ليش؟ أنت كنت مسرحي؟ إيه كنت من وقت ما كنت بالمدرسة بعمل مسرح بمثل. يعني قديش صار لك منقطع؟ يعني ما بدي اقول هذا بس انه اخر ما يطلع عمره لا ما مشان ما يطلع عمري بس انه يعني شي 10 سنين لوقت تخرجت من الجامعه. أي. كانت اخر مره وقفت فيها على المسرح. يعني من شي 5 سنين يعني. يا بيضه. طيب رح نعمل انا وياك مشهد ارتجالي. طيب شو السيناريو؟ ارتجالي. ارتجالي طيب يعني بس اعطينا ما دخلني. بدي اشوف انا قديش انت. انا برتجل انا حل انا بحب لعبتي وانت بتختار اللهجه والطريقه والاسلوب اللي انت بدك اياه، فبدي اشوف انت قديش عمي كيفك انت حر. لا ما نتفق انا وانت. نتفق. هلا رح ننتقل لمرحله التحدي انا وصبحي قطري اللي رح تكون ارتجاليه ومنا محضره لا بيني ولا بينه. هلا يعني طلعت فيكم تقولوا من وحي المكان. Are you ready؟ اوكي. لنشوف هذاك الممثل الصغير اللي كان جواتك ايام المدرسه مدري الجامعه واللي راح يطلع هلا. بتعرفي حسيت بهي الوقفه هيك لما كان عمري 13 سنه. لما طلعت كنت كثير عم برجف عم برقص رقص ركبي ما حامليني. بس بتعرفي شغله بالمسرح لما بتكوني عم تشتغلي بتمثلي بس يشعلوا الاضاءه اللي هون اللي بتضوي لك ما عاد بتشوفي ولا حدا. كنت بس مشان احس بالامان اطلع بامي اعرف بعرف كانت وين قاعده. ايه سو مشان احس بالامان كنت اروح ادير وشي لعند امي عرفتي. فحلو هذا الشعور كثير حلو اللي بيشتغلوا بدير وشك ولا حتشوفك امك على الشاشه. ايه. عرفت؟ هاي ماما. هاي امه يعني. طيب نحن غيرنا التشالنج. ايه لحظه. ايه صار احلى بصراحه. هو انه راح اطلب من صبحي يعمل كاركتر او دور او شخصيه او حركه او وات ايفر يعني هو بالمثل. اوكي تمام. بدأنا. يسوس. ابلش انا الضيف. يلا اوكي تفضل استاذ. يلا بتعرفي دائما كل ما بشوفك بقول يا الله كثير نفسي اشوفها مثلا ماشي على بوديوم عم بتعرض ازياء. يا لطيف. بتعرفي تمشي يا مرين معك من هون لعند بدك اني اروح هيك؟ لا روحي لهنيك وقفي اول شيء بعدين تعي لعندي لاشوف مشان مشان عاين يعني اذا بتعرفي تمشي. اوكي. طب هذا ليش شلتي؟ بقى بدي استخدمه بالعرض مش رقص. لا بعرف هلا عيب عليك يا سو. زبطت؟ ايه ماشي حالك يعني بدك شوي تدريب. سوري يعني لبسي بالاخير يعني مش شوز كعب عيلي بظن المشي بالشوز الكعب العيلي. بعدين انا عم ببتسم هنا ليش بضلوا متلائمين؟ لانه هو المفروض ما تشتتي ذهني اللي عم بيتفرج عن عن الكوليكشن. فاذا عم يبتسموا للعالم اوكي راح التركيز على الفستان. دوري yeah. حابه اشوفك دور شيف. شيف؟ اي ما شفتيني بتوب شيف؟ لا. لا ما شفتي حلقه توب شيف؟ لا. اوكي yeah. انا كثير شاطر بالطبخ. يلا ورجيني شو بدي اقول لك مثلا. اوكي يلا شو الاكل اللي بتحبيها؟ انا روبيان. اوكي طب اعمل لك انا اياها. يلا رح اعمل لك اليوم. رح نعمل اليوم اكله ايطاليه. اوكي هي عباره عن سباجيتي مع الروبيان والبيستو صوص. طيب اوكي فاول شيء بنضيف وهيك بيضيفوا الشيفات؟ لا لسه ما عم بقول لك بدي اعطي المقادير اول شيء. مو لازم اعطي المقادير يا جماعه بدي اعطي المقادير بس ما بتخليني. اوكي نص كاسه زيت سنين ثوم. اوكي وخليط البيستو وشويه ريدس. اوكي والباستا بتكون على طرف. حنبدا اول شيء
بطبخ الباستا لمده 7 دقائق. حساعدك شيف. اوكي. لا ما بدي، الباستا ما بتنعمل هيك، بتعجن بعدين بتلزق على بعضها. اوكي. لا ولا هيك كمان. بهالوقت بنكون عم نحضر الصوص، بنحط نقطه الزيت وبنحط عليهم سنين ثوم، بنقلبهم مع بعضهم، بنشتغل بالروبيان. الروبيان لازم ما يكون ياخذ كثير وقت لانه بيحترق بسرعه. اوكي مزبوط. بتغير لونه بس، بتغير لونه بس، يتغير لونه مباشره بنحط عليه البيستو صوص، وبتكون الصوص هيك جاهز. بنضيفه على الباستا اللي صفيناها طبعا، او السباجيتي اللي صفيناها على طرف بدون ما نغسله. ايوه. اوكي هيك انت بتقتنع حالك انك شيف. خلص. ايه لك شو، صحتين وعافيه. يلا تفضل. عافيه رمضان الدنيا. يلا. اوكي بدي اياكي تمثلي لي دور وحده، اكيد وحده بتتعاطى مخدرات وما عندها جرعه. اديني اديني الحقنه بسرعه. ارجوك محتاجه الجرعه. طيب ارجوك. بس على فكره ما بتكون مبتسمه يعني. بليز بليز تخلي بالشخصيه. على فكره هيك اذا ما عملتيها باتقان بتكوني خسرتي نقطه. اوكي صح. ارجوك ما تقدر. ليش عم تطلعي؟ شو اللي ارجوك ما عاد اقدر؟ لا لا بشو حاسه؟ بشو حاسه؟ بشو حاسه؟ بس بشو حاسه؟ ما عاد تقدر. راسي صار يوجعني. راسي عم يوجعني. تدفع. ما عندي غير الساعة. ليش عم تضحكني طيب؟ على فكرة ما زبطت معك. إيه والله معي ساعة بس. ما زبطت معك. طيب أوكي أنا هشوف هلا شو بدي أرد لك إياها. حابة أشوفك دور مرة حامل وجاية تطلق. هلا هذا يعني جاية تطلق. شوفي انتبهي هلا إذا بيعمل شاب دور حامل جاية تطلق حيكون كوميدي. يعني هذا مو رياليتي. يعني اوكي ما عندي مشكله بعمل لك اياها حره انا، بس بده يكون كوميدي. هذا شو اسمه الممثل جون ترافولتا عمل دور مره وسبري. بعدين انا ماني ممثل تلفزيون وسينما. تفضل ما دخلني بدك اياني متعاطى انا بورجيك. وجاية طلق. مو عم تتوحم ولي جاية طلق. انا في انا ما حدا ما شايف حدا جاي طلق، انا شايف بالتلفزيون بس. مثلا اوكي يلا. اخ يا بك حبيبتي. تعبان. بظن رح اولد. على وشك اني اولد. بس كيف بيطلعوا؟ يخرب بيتك. يا اسعاف وينك؟ لك لحظه استنى شوي. سلام. اكثر شيء مسخره ممكن نعمله بالعالم. يا جماعه ام سوري بس ما مختبر. الطلق. تفضل. اوكي. بدي تقلديلي مع وانت عم بتغني حسي حالك شريهان بشي فز من الفوازير مثلا. سك 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 على الموضوع مثلا. لا جد صعبه. صعبه هو ما في حدا بده شريهان بس يلا. قصدك ايه قصدك. على فكره اسمع. قال لك ايه. قال لك ايه. طيب منيح ساعدتني. قال لك ايه قال لك قال لك يعني حلالا بلالا دن دن درن دن دن درن. شريهان. بس انت بعدك طبعا انا 4 شريهان مدري 5 مدري 15. هلا انت بعدك خسرانه نقطه. ها وانت حامل. لا انا ما خسرتها. طيب قلت لك رح تكون كوميدي. يلا بقي انا هلا اخر سباق صح، اخر وحده. هلا انت وحده انت وانا. ايه انا بدي اياك يا معلم أرجوكي شغلة سهلة بلا طلق. أوكي تخيل إنه مرتك طلعت برا البيت عندها شغلة كثير مهمة تعملها وتركت لك 4 أولاد توم أعمارهم سنة. يا تفضل عيش الدور. عيش اللحظة مع الأربع أولاد. واحد على إيدي ما بتزبط يعني. هي أول ولد. ما بعطيك ولد غير. خلاص يا بابا خلاص خلاص اسكت ولا
العمى في عيونك. الكاميرا هون بابا، عطيت الجمهور خليني يشوفه. وين الاولاد هون؟ ايه بس اطلع بالكاميرا، انت نسيت لوري حالك يعني. على فكره ما ضروري اطلع بالكاميرا، بس ما في ممثل بيطلع بالكاميرا. لا جسمك قصدي. اه انا لانه مو بتعرف. ايه بس نسيت حالك يعني هون. انا اسف، يلا بنرجع من عند. خلاص يا بابا، خلاص 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 حبيبي، خلاص خلاص. بس ولا على فكرة أنت أصغر منه. صدق صدق. لازم أشتغل أنا شيء بالبيت صح؟ إيه ما عم قلك أنت أربع أولاد، عيش اللحظة. ما دفعني يعني أنا ما عندي أولاد ولا بحياتي تعاملت مع أولاد ولا بعرف شلون بينشال الولد أساساً. شايله صح بالعكس، راسك تحت إيده. مزبوط، راسك إيدك تحت راسه. تمام يلا، هذا أول ولد قاعد عم يبكي. في ثلاثة لسه بالأرض على فكرة. أنا ممكن يظل عم يبكي أرمي شريك. عصبت تتجوز. هلا هو إذا ابني أكيد ما حأرميه. ما بقى في الوقت عم يمرك. خلص لا ما صعبة علي. ليش؟ صعبة، ما 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 بعيشة يعني، بدي شوية ناس حقيقيين. ولو؟ إيه صعبة. يعني الطلق عشتها؟ ولا الطلق قدرت عيشة، بس إنه أتليست هذيك كوميدية. هات لنشوف يلا. آخر وحدة. أه بدي تعملي لي حركات أكروبات. لا 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 عمو. لا والله. لا لا عمو لا. إيه إيه. وين أكروبات؟ عارفة تعمل أكروبات؟ ممنوعة. ما أعرف شو يعني أكروبات؟ أكروبات يعني مثل الجمباز. أنا بدي أعمل جمباز. صبحي عطري. ليش لا؟ عملتي موديل من شوي. بتساعدني؟ إيه بشو؟ شو بعرفني؟ خليك الحاجز. يلا هاي الحاجز. لا وطي شوي. بدك تنطي من فوقي؟ إيه؟ لا. 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 معي ديسك برقبتي، ما في داعي يصير كسر بظهري. بس شو بدي اعمل لك اكروبات؟ استنى رح احاول افتح رجلي اكثر. لا ما هيك على فكره بيعملوا، ما بيعملوها هيك، بيعملوهم هيك يعني، بتكون الاجر هي مو بيعملوها هيك. مو هيك في تبع مو في اكروبات منيح لابسه فولار اليوم. اكروبات مثلا هدول اي اللي هيك مثلا هاي بعدين مثلا ايه هاي الريشه هاي عرفتها مش الريشه ايه ما بعرف العصايه بس ماشي بكشي على فكره فليكسبل يعني ايه شو كمان بيعمل هلا هلا ايه قولي بعدين ايه في بالكره عرفتها والكره هون انا عم شو تهنيك يعني عرفت هيك من نجاح لنجاح من تألق لتألق وان شاء الله بيكون عندك مكتب قديش كم مكتب بدك يكون عندك لا بتعرفي هدول وعدني انه كون شخصيه من شخصياته ب... انت ما بدك تصرح عن هذا الموضوع بوقتها بنقوله للي فهم فهموني ما فهم راحت علي رح يعيدوا الحلقه ويحاولوا يفهموه بس ما رح يفهموه عموما انا كثير استمتعت معك وشكرا كثير لقبولك الدعوه شكرا جزيلا وبنشوفكم بحلقات تانية من رشا 220 فولت باي باي. باي.